ايش هيك تبيع في البوزة؟ والله من زمن قديم جدا. من ورثين ورثينا عرشيات والناس اللي بتشري في البوزة في رمضان يقبل عليه ولا لا؟ عندها اقبال كبير هناك في رمضان، شغل دراو طبق اساس. ايوه في الطابله الصوفيه معناها بعد الشربه والفول، هذا مرام طبق اساسي، لازم يكونوا واجدين في الطابله، لازم يكونوا حاضرين. طبق الفول هي اكله تقليديه، والله طبق تقليدي ميراث على اجداد، معناها غني بالبروتين، معناها البروتين معناها يكون في بناء الخلايا للجسم وكان للعظام ثاني. مثلا نقولوا احنا الكبار في السن معناها اسعار في متناول الجميع، معناها مبلغ، معناها نقولوا احنا مبلغ رمزي، سعر رمزي. عندها استعمالات، كان هنا نقولوا احنا كيف هكا قلنا كيف قبل قلنا يعني قلنا دبارة سلاطة ياسر حوايج، معناها نقولوا احنا حتى في الاعياد خاصة في العيد الفطر، معناها كل ولاية معناها في عيد الفطر عندهم طبق الغذاء، الوجبة تاع الغذاء الفول. الفولة والفولة والرخيص الفولة باش، فولة وباشرين مليح.